خليني أسألك على طالما ذكرت كلمة الرسالة، أكيد عندك مش رسالة رسائل. إذا بدك توجهي رسالة، خليني أبتدي في زوجك. شو الرسالة اللي عاوزة توجهها لزوجك؟ يعني قد ما أحكي من شكر وامتنان حقيقي لولا مساندة زوجي لإلي، أنا شخص من يوم أن قطعت إجري عاجزة كلياً، ما بقدر أقوم من محل لمحل إلا بمساعدته. وقت الكيماوي أعراض، أقعد 14 يوم وأنا في حالة صعبة جداً جداً. كان السند، كان الرفيق، وفعلاً هذا إشي كمان لفت النظر في المستشفى، يقولوا يا الله شو هالزوج اللي هالقد بحب مرته، شو هالأزواج هدول. في كتير كتير أنا شفت في عيني تخلوا عن زوجاتهم خلال المرض، بس إحنا محبتنا غير. محبتنا مبنية على حب الرب يسوع. يعني بلا مؤاخذة حقيقة أحكي، راحت رجلي واختلف شكل جسدي، يعني يمكن تشويه حتى في الجسد، تشويه كامل في الجسد. بس إحنا محبتنا مش مبنية على الشكل الخارجي، إحنا محبتنا مبنية على المحبة الأقوى اللي هي محبة الرب يسوع.